إذا في إمكانيات تزويدهم بس بي بي بالقوت اليومي لا أكثر ولا أقل. أول شيء الله يعينهم، الله يكون معهم بالمقاطعة، قاطع كل شيء منتجات، بالدعاء يعني نربي أولادنا، نربي هالجيل اللي طالع، إنه إسرائيل شو عملت بغزة، هل الشهداء اللي عم يروحوا كل يوم، الله يصبرهم، الله يكون بعونهم. إحنا بندعمهم بالدعاء بالمقاطعة، نقدر نتبرع بنتبرع لجهات مشان توصلها، مش جهات اللي ما توصلها، والله يكون بعونهم. قد ما بنقدر إحنا بندعمهم بالمنشورات، بالمساعدات، ما نخليهم محتاجين أي شيء، طبعاً الباقي تبع على رب العالمين. ربنا يوقف معهم، يعني بصراحة الواحد مش عارف شو يعمل أكثر من هيك، والله يفرجها عليهم يا رب بأقرب وقت. بأي إشي بنقدر عليه، أي إشي بقدر، مقاطعة لكل إشي، يعني إحنا فعلياً ما في بإيدنا إشي، يعني لو نحن بإيدنا إنه نروح نمسك سلاح ونطلع كنا عملنا، بس ما في إشي بإيدنا. فأنا بقول لك كل إشي ممكن إنه إحنا نقدر نعمله، سواء كان بالدعاء، إنه نشر عنهم بالسوشيال ميديا، نعلم أولادنا، ننشئهم على هذا الإشي، صدقاً ما حدا رح يقصر فعلياً. فيا رب يا رب يكون معهم وينصرهم ويسدد خطاهم يا رب. اللي بنقدر نعمله إنه نقاطع اللي بنقدر عليه من الأشياء المتواجدة، يعني اللي بحاول أعمله أنشر على السوشيال ميديا. لأي حدا مش فاهم القضية أو مش فاهم الإشي اللي عم بمروا فيه الفلسطينيين، حاول أوعي الناس، أفهمهم شو عم بيصير عن جد.